السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساكم الله بالخير. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. السؤال الاول يا شيخ، انا في تردد اخوان تعالجونه اخ عبد الله. في تردد يقول الشيخ. تفضل يا اخ مسفر وارفع صوتك لو سمحت. اقول عندي سؤالين، السؤال الاول انا تعبان مسوي حادث ويشق علي الوضوء، فاجمع بين الصلوات المغرب والعشاء والظهر والعصر، ما ادري يجوز كذا ولا ما يجوز؟ نعم، اذا كنت على اثر حادث ويشق عليك الوضوء لكل صلاة فلا مانع ان تجمع بين الصلاتين، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، جمع تقديم او جمع تأخير حسب الارفق بك.